هنا الحجارة عمدت بمياه العبادة الحسنة، هنا الأشجار تنتصب مقدمة ابتهالاتها لسيد الأرض والسماء، وهنا أيضا التراب يعبق برائحة القداسة والهواء المحمل ببخور الإيمان. هنا في هذا الدير المبارك، دير مار جورجيوس الأحميرة الشامخ في بلدة المشتاية في وادي النصارى، منطقة تعتبر من أجمل بقاع الحوض الشرقي للبحر المتوسط في سوريا. يتكون دير مار جورجيوس من 3 كنائس، ويعتبر واحد من أجمل تحف الفن البيزنطي، إضافة لكونه مسجلا بين آثار سوريا المهمة. سمي هذا الدير بهذا الاسم نسبة إلى القطعة التي وجدت من جسد القديس جورجيوس في هذه المنطقة بعد قتل الوثنيين له وتقطيعه، فسمي بهذا الاسم. وبينما العالم غارق في الحروب والنزاعات، الشموع هنا لا تنطفئ والصلوات لا تنقطع، طالبة من الله أن يمنح السلام إلى مهد الحضارات والأديان سوريا.